على فكرة أنا بكمل سبيشال سكب أو شو كان تقطيع تقطيع لحمة فيفيان تنازل طيب هاي مخية بس أنا بعرفش أعملها يعني عشان هيك ما بكرهاش هل عاملينها من ورق طازج أو من ورق ناشف؟ من ورق ناشف طبعا لأنه هلا المخية مش موسمها لارا تعطيني صحنك أسكب لك تظبط أحوالك على فكرة إحنا مش بنزرع ملوخية في الحبايب الملوخية كيف تنزرع؟ بدها مناطق حارة لا بس ممكن نعمل كيف ريحة وغزة في الغور بس نقدر نعمل بيت بلاستيك بس ما بقدر آخذ ليمون بس نقدر نجيبه من من ريحة برضه أنا تفاجأت مرة قديش قديش سعر الملوخية لأنه تفاجأت إنه كتير غالي الملوخية الناشفة كتير غالية كان يعني شيء وبعدين في رام الله الملوخية الناشفة زي الواحد بيشتري مخدرات لأن رحت محل كل محل كان عنده بس ملوخية مش ناشفة طازة وكانوا مش فاهمين ليش أنا بدي ملوخية ناشفة كان الكل يفكر أنت مسافر فإنه أنا يعني بس استخدام ملوخية الناشفة هي بس لأنه أنا مسافر بأخذها معي مظبوط لأنه كتير ناس مسافروا بياخذوا الملوخية معهم فالمهم إنه بعد فترة قابلت حدا بقول لي مش بلاقي ملوخية ناشفة بقول لي أنا ببدل لك أحدا اتصل في حدا أنا بعرف فكان بالضبط زي إنه يعني you have to score ملوخية ناشفة يعني فعلا رحت ولقيت محل يعني وطل لي من مجيب إنه ملوخية بعتك أبو أحمد شو كلمة السر؟ أبو أحمد أو إشي هيك كان أم الأخ أنا برأيي إنه في عنا مشكلة كبيرة إذا إيه أزكى ملوخية هي الملوخية الريحوية ومع الجدار إحنا مش رح نقدر نضل نجيب خضرة وفواكه من أنا في رأيي نزرع ملوخية على جنب الجدار شو رح يصير؟ يصير الجدار أخضر ممنوع؟ ممنوع هذا بصيري بعدين beautifying الجدار الجدار طب والجرافيتي اللي على الجدار شو؟ من الأساس مش رح يمنعوك تقعد تزرع وتروح جنب الجدار أنا ضد beautifying الجدار بعدين هذا الشيء بسوي الجدار إنه عم بسوي بدال ما في comparative advantage وين الناس اللي شاطرين في الزراعة بزرعوها في ريحة وناس شاطرين في المشمس بزرعوها بالجعلة بس بتضطر إنه كل منطقة فلسطينية بسبب الجدار بتصير لحالها لازم تزرع كل الاشياء اللي بتحتاجها او وتستورد كل الاشياء اللي بتحتاجها بالضبط فبنفقد كل الكومباريتيف ادفانتج لهذا الشيء ايش شفتي امبارح انا رحت على مسحه مسحه وين موجوده في الشمال جنب نابلس شفتوا هناك امبارح شو لقيتي ورحنا زرنا مره في دارها عاملين الجدار حول دارها مش انه احنا هون بيت لحم داخل الجدار بس هاي المره وعيلتها هي داخل دارهم داخل عاملين لهم جدارهم الخاص يعني عاملينها كلوز ميلتري زون وفي جيش بضلوا بالدار يراقب فيهم ومسموح لهم يطلعوا من البوابه مرتين في النهار وممنوع حد يجي عندهم احنا دخلنا لانه كان معنا كثير ناس أجانب ومقفول عليهم يعني مش طبيعي يعني وعندهم عليهم مقفول عليهم لحالهم يعني أنا كيف بدهم الناس اللي قادرين يعيشوا وبيجوا قال المستوطنين بيرموا عليهم حجار سيريس يعني هن بأكلوا ملوخية في إسرائيل بعملوا هون اللينك هل قدروا إنه شو اسمه كونفسكيت هاي الاكل منا اصلا على فكره لا انا وانا مش شعرت انه يعني حدا انا كنت في برا وانا عايش وادرس برا يعني انه حدا حكى انه اسرائيلي مخيه او زي الحلوه حتى هو كدش مش كثير بوبولار يعني معروف انه هذا الشيء موجود يعني مثلا منسف مقلوبه حتى اكثر من ملوخيه يعني هي لسه بحوزتنا هي لا قالكم ليش؟ لسه ارناشنال ديش يعني باش انا كل مره بطبخها لحد مش عربي بحبهاش بس على عشر مره بصير يحبوها بالضبط 10-15 بس اصحابي انه شوي هي مره فيها شوية مرارة لزجة تعود عليها لزجة الناس هذول بيلاقوها لزجة لزجة مزبوط خاصة الأمريكان ما يحبوش الأشياء اللي لزجة بصيروا يقولوا لي سبينش طب يا ربي يعني وين السبينش وين الملوخية؟
بالضبط. افردها عشان تبين. اكبر افروديزياك في العالم هو الملوخيه. اي لا تخن. اه صح. ريلي؟ سلطان المصري في القرن ال 14 منحها في مصر. منع باتا. بسبب الاشياء بتسبب اجتماعيا. مش معقول. اه منعت منعت لكل عهد. وهي كانت ملوكيه يعني. هذا في انا سمعت كثير اسئله ملوكيه عشان اسمه ملوكيه. اه ريلي؟ اه بيت لحم مثلا كان مش كل العيال بيقدروا تو هاف ملوخيه. ريلي؟ لا يور كيدينج. اه كانت يعني محصورة على البرجوا. ليش؟ قالوا it was very expensive to obtain. أنا راح على مصر أخذ شهر على الأردن طبعاً. طب ليش ما أنت عندك جواز سفرك أمريكاني؟ آه بس أنا جوازي غير معترف فيه في من دولة إسرائيل ومختوم في رقم هويتي. كيف هيك صار؟ وأنا كمان. كيف هيك صار معكم؟ قالوا لي عندك جواز تاني؟ نانا كانت محجوزة 16 ساعة ولا أكثر أكثر ساعة. أنا اكتشفت اسمها على الكمبيوتر أنا هيك فهمت يعني عندك ID. جواز تاني. هلا دائما بيسألوني عن الجسر عندك جواز تاني بقول لهم جواز تاني. لأن بكون ورا الإزاز هذا. فأنا بكون شايفتها منادي غابا بابا انت وصلتني. هذا إشي كتير بغلي. أنا بسألوني كل مرة وعشر مرات بسألوني كل مرة بحكي لهم لا وعادي بكون يعني بكون أنا على أعصابي بشكل مش طبيعي خاصة لما بكون الباسبور بجيبتي أو في بنطلوني يعني الثاني بقول هلا رح يعني ينزل في شلاليك يعني. هاي أسهل إنه تقول إنك ما عندكش جواز سفر ثاني مما إنك تنكر إنه عندك فلسطيني لأنه الفلسطيني كمبيوتر. يعني أنكرت أنا أنكرت إنه عندي فلسطيني. طب أنا أحضر إيش كان أنا لا وكيف جواز سفري. أنت في الشنطة مش قلتي لنا؟ أنا قلت لهم ما عنديش إشي أنا هو جوازي الجواز البريطاني هو جوازي راح أفتش كل شنطتي ولقوا جواز سفر فلسطيني. برافو. هل عندك جواز سفر فلسطيني؟ بس أنا بحب أستعمل البريطاني. قال ليش بتحب تستعمل بريطاني؟ انت جاي على بلدك تستعمل جواز سفر ثاني؟ بلدي قلت له لانه اسهل لي استعمل جواز سفر بلد ثاني في بلدي. احنا ايزي تو اوكي نو نو احنا ايزي تو اوكيباي مش انه وي وانت احنا اوكيوبايبل اوكيوبايبل بيبل ويل بي اوكيبايد بري باكجد اوكيبايبل اند وير اوكيبايد ان سو ماني ديفرنت وايز مثلا وير سو بيزي هير كونستنتلي اوكيبايد ان ثينجز يعني. انا بجد مره واحد بحكي لنا انه I'm so occupied these days somebody else says aren't we all. الواحد ياخذ صحته لو سمحت. لارا وليلى بيعرفوا لا هاي مش نكته لا هاي اكثر زي انسلت. احلى منها انا غابت عليك. هذا شو اسمه تبع الخضر هذا الفاضي وهذا المنيا طب افكر ممكن تحمل هذا فوق وهي وانا بحمل هذا احمل الثاني ما بقدرش وين جدعني افتح هيك